طيب، السلام عليكم مرة ثانية. وعليكم السلام. هذا كل ما بنشتغل من الجامعة بصير مشكلة، بنشتغل من الدار ما في مشكلة. طيب خلينا بس نعمل شير. اوكي كنا عم نتحدث عن التمبرتشر ليفل والتمبرتشر تشينجز على ايش بياثروا بالنسبه لنا على الديزاين. اول شيء بياثر على موضوع الانسوليشن، الانسوليشن ريكويرمنت. الجميع سامعني؟ سامعين. طيب كيف يعني بياثر علينا؟ لما الحراره بتكون مرتفعه كثير او منخفضه كثير، ما بصير اترك البايب لاين او البايبنج سيستم من غير عزل. تخيل مثلا انه في عندنا ستيم بايب، يعني بايب جواته ستيم، ستيم حرارته مثلا 150 درجه سي، وهذا مش معزول. عندنا مشاكل بتصير. اول شيء اتس نوت سيف، يكون في سطح ساخن وسطح ساخن وممكن يعني واحد يحط ايده عليه بنحرق. واحد. اثنين، البروسيس ممكن يتاثر، لانه لما يكون في الستيم لاين مكشوف للاتموسفير ببرد، وبالتالي we lose energy. when we lose energy أول شيء هي خسارة مادية، ثانيا ممكن يعني الجزء من الستيم ينزل تحت ال شو بيسموها ال condensation temperature، ويصير له condensation ويصير wet steam. يعني وإذا فايت هذا على شيء compressor بقول هواء الكمبريسور طبعا. فبالتالي هذا بالنسبة إذا الحرارة مرتفعة. الحديث الآن على موضوع temperature level. وإذا الحرارة منخفضة كثير برضو بدنا insulation. افرض إنه في عندي أنا liquid nitrogen ماشي في pipe، أوكي، حرارته ناقص 185 ناقص 190 درجة سيلسيوس، هذا بده يحمى وهو ماشي في البايب، لأنه الأتموسفير حرارته 20-30 درجة سي، فبالتالي يستارت ببطل liquid، بصير vapor، واحنا بدنا اياه يكون ليكويد. فاذا الانسوليشن ريكويرمنت مرتبطه في موضوع التمبرتشر ليفل. هلا برضه مرتبط بالليفل والتشينجز مع بعض موضوع الفريزنج. موضوع الفريزنج، الفريزنج اللي هو انا ما بدي الليكويد وهو ماشي في البايب يتحول الى سوليد بسبب انه الحراره تاعت الجو مثلا نزلت، او بسبب انه حرارة الليكويد نفسه جوا السيستم نزلت. هلا الفريزنج بيأثر علينا انه بصير انسداد في البايب لاين بسبب السوليدز اللي بدها تيجي من الفريزنج. هذا مثلا في الغاز الطبيعي مثلا دائما حذرين في شغله بسموها الهايدريتس، اللي هو زي عباره عن ماء بس في معه شوية غاز ذائب فيه وبتجمد بسبب انخفاض لما يكون مضغوط، ولما الضغط بنزل انتم بتعرفوا هذا الحكي من الثيرموداينامكس. لما بكون عندي pressurized gas و pressurized gas لما بعمل له expansion يعني بنزل البريشر الحرارة تنزل بشكل كبير جدا. هذه أصلا هذا مبدأ عمل الريفريجريشن سايكل. طيب فالفريزنج سواء كان بسبب انخفاض الضغط في غاز لاين، أو بسبب إنه الليكويد اللي في الخط برد الظروف الجوية، بدك تكون حذر إنه ما يصير في عندك فريزنج في الأنبوب في البايب لاين. طبعا شو مترتب عليها إذا أنا متوقع أو يمكن يصير في عندي فريزنج؟ شو بدي أتدخل؟ يعني إذا أنا عارف إنه حصير في عندي فريزنج أو يمكن يصير في عندي فريزنج، وإذا صار في عندي فريزنج في اللاين بده يصير في بلوكج، الفلو سيتوقف. فبالتالي هاو دو وي، يعني كيف لو أنت واجهت على المشكلة تاعتك، عفوا لو واجهتك مثل هيك مشكلة وأنت مش صاحب خبرة، يعني بعدك مهندس ما صرتش مهندس لسه حتى، بس تخرجت، افترض إنك إن شاء الله تخرجت، واجهتك مثل هيك مشكلة، شو ممكن، كيف ممكن تعالجها؟
يعني انت متوقع يصير في فريزنج في الخط. بضيف هيت دكتور؟ تضيف هيت حوالين البايب مش جوا البايب. يعني بتحط لك سخان حوالين البايب. هل في اشي زي هيك؟ في مثلا بلفوا حوالين البايب انبوب بمشوا جواته ستيم، انبوب رفيع بكون اوكي، بسموها ستيم تريسينج، او بحط له خط تسخين كهرباء على في بعض الاماكن مش على البايب كله، في الزونز اللي انا بديش يصير فيها فريزنج. عادة هاي الزونز حوالين الفالفز، احنا بنخاف من انه الفالف يصير لها فريزنج، وبالتالي بصير الفالف خاصة اذا كان كنترول فالف بتوقف عن الكنترول، نفقد الكنترول على السيستم. فبالتالي ممكن تضيف هيت من برا عن طريق ستيم تريسينج او الكتريكال هيتينج او whatever. هلا نيجي للبند النصاني، هذا الثيرمال اكسبانشن. هذا الثيرمال اكسبانشن عندنا مشكلة فيه. لما احنا بنركب اي بايب لاين او اي بيس اوف ايكوبمنت، اي جهاز، اي معدة من المعدات، التركيب على اي درجة حرارة بيتم؟ خلينا في البايب لاينز، لانه حديثنا الان عن البايبس او البايبنج سيستم. لما نعمل انستليشن على اي حرارة بنعمل انستليشن؟ روم تمبرتشر، صح؟ على الروم تمبرتشر. طيب لنفترض هذا الخط اللي احنا ركبناه at room temperature بده يمشي فين خلاله ستيم على حراره مثلا 200 درجه سي، شو بده يصير في البايب؟ بس نشغل عندنا نمشي الستيم جواته. ما مكتوب قدامكم شو بده يصير في البايب؟ expand. It will expand. الطول تاعه حيزيد. نحن نتحدث عن piping system. ركبناه والآن بدنا نشغل، يعني البايب، هاي البايب مثلا من هون مثبت ومن هون مثبت، طبعا رايح بزوايا إلى آخره، في راكب على بامبس، طالع على برج، whatever. وبالتالي هذا ثابت من جميع الجهات، مش بلعب بالهواء، وبالتالي حصير عليه thermal expansion. قديش الاكسبانشن هذا ممكن يكون؟ هون مثلا بعض الارقام، if changes from 50 درجة F ل 600 درجة F، اذا كان عندي ستيل بايب 100 قدم يعني ب 30 متر، بده يزيد حوالي 5 انش، يعني 10 سنتي. انت تخيل هذا حديد 30 متر بده يزيدوا 10 سنتيمتر. طب ما هو من هون مثبت، من هون ثابت، من هون ثابت، 10 سنتي وين بدها تروح؟ بده اما بده يطعج بالنص عشان تو اكوينت ال 10 سنتيمتر، هاي ال 5 انش، 5 انش على فكره 5 في 2 ونص 10 اوكي. اما بده يطعج في النص، واذا طعج في النص بصير ضعيف في منطقه الطعوج تاعته، أو بتمدد بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه، فإذا هون في عندي أي كونكشن ضعيفة بده يكسرها، فيا ما بده يكسر كونكشن ضعيفة أو بده يطعش، والتنتين مش يعني ما بنقبلهم، ما بنقبل إنه البايب يطعش لأنه بصير ميكانيكيا ضعيف عند محل ما طعش، وما بنقبل إنه إشي يكسر. فبالتالي بدنا علاج. طبعا لو كان البايب مصنوع من ماده زي البراس اللي هو نحاس وزنك، اوكي، التمدد لسه اكثر، 7 في 2 حوالي 15 16 سنتيمتر لل 100 قدم اللي هي 30 متر تقريبا. فبالتالي بدنا علاج لهذا الامر، مرفوض انه اسمح للبايب انه يطاج او انه يكسر لي شيء فالف او كونكشن. اوكي، فشو ممكن نعالجها؟ كيف نشوف قبل ما نقلب الصفحة شو ممكن يعني يخطر في بالكم كمعالجة؟ إنه نستخدم flexible expansion devices. صحيح، في عنا إشي بنسميها expansion joints. أوكي، فهي joint يعني وصلة، بتسمح للبايب جوا الوصلة نفسها إنه يروح ويجي. أوكي، هاي الجوينت، هاي بيسموها سليب جوينتس. لاحظ هاي البايب
الأولاني هذا البايب اللي ممكن يتمدد pipe 1 slides in pipe 2. لاحظوا الانسايد ديامتر هون نفس الانسايد ديامتر هون فهو نفس البايب بس حطينا له توصيلي هاي التوصيلي تاعته هاي التوصيلي بتسمح لهذا البايب لانه مش موصول بشكل ثابت على البايب الثاني طبعا هون في عندنا بولت ونط وعندنا فلانج اوكي بس البايب مسموح لهون انه يروح ويجي اوكي لانه شغله بسموها الباكينج بس عشان ما يصيرش ليكس لانه ممكن الفلويد اللي جوا يصير له ليك لبرا اوكي فهاي الباكينج بمنع الليك وبصير البايب يروح ويجي لان هاي اكسبنسيف يعني علاج اخر شيء بنلجا له هاي الاكسبنسيف عطلت ان في بايب لاين في الجامعه اللي هو جاي من الخدمات اللي انتم ما زرتوها خدمات جوا الجامعه اللي بتوفر الميه للجامعه واللي يعني فيها المضخات بتوفر الميه السخنه لاجهزه التدفع المركزيه اللي في الجامعه لما كنتم داومين فيزيكالي في الجامعه في القاعات في عندنا ريديترات اللي التدفع المركزيه شايفينهم ولا ناسين شكل القاعات متذكرين شكل القاعات ولا نسيتوا كيف شكل القاعات عند الشبابيك تحت الشبابيك بتلاقي فيه ريديترز اثنين اوكي هذا الريديتر بيجي مي سخنه من وين بيجي المي السخنه من بويلر طب البويلر بده يعطيني مي على حراره مرتفعه بتبرد في الطريق فاذا في بايب لاين معزول اوكي قديش القطر تاعه انتوا لما كنتوا تيجوا على الجامعه كنتوا تعدوا من فوق وانتوا مش عارفينكم بتعدوا من فوق لما كنتوا تفوتوا من بوابه الطلبه في ثلاث شوارع بتقطعوها يس ولا نو ارجعوا بالذاكره تاعتكم في ثلاث شوارع لان ما بدنا الشوارع بدنا واحد من ثلاث شوارع يعني عندنا ثلاث جزر ورصيف بالاخير في واحده من الجزر بكون في نصها يعني هاي الجزيره مثلا هاي هذا الرصيف اللي انتم ماشيين عليه هذا الشارع اللي السيارات هذا الان جزيره في النص هون في شارع اخر هذا شارع واحده من الجزر يا هاي يا الجزيره اللي بعديها اوكي ويكون في زي بلاط اسمنتي بالعرض جاي ملاصق متلاصق متراص مع بعضه هذا البلاط الاسمنتي فيه تحته خندق خندق اسمنتي ماشي فيه ماسورتين هاي واحدة وهاي الثانية شو الماسورتين هذولا هذول المواسير اللي البويلر المركزي تاع الجامعة بيودي مي سخنة في واحد وبيرجع المي بعد ما يتم استخدامها في الريديترات تكون بردت شوي فتجينا هون مي على حرارة نسيت شو الحرارة تاعتها بس بتذكر الضغط تاعها 25 بار 20 أو 25 بار ناسي الرقم بس يا 20 يا 25 وبرجع على 7 بار أوف بيخسر ضغط كثير ما هو تخيل هذا بطلع من الخدمات المركزية تاعت الجامعة وبوصل عنا على الكليات الهندسية والطبية والمستشفى كمان فتخيلوا الطريق هاي فيها حوالي 2-3 كيلو أكثر حوالي 3 كيلو 4 كيلو متر طول قطره 10 انش يعني 30 سنتي تقريبا معزول وبالتالي المي وهي رايحة على حرارة ناسي شو الرقم بس يعني حامية بدنا أثناء التشغيل تاع الذكر هذا لما تركب at room temperature وبالتالي تصير فينا expansion قبل شوي صغير شفنا أنه 30 متر زادت 10 سنتي طيب إذا كان عندي 100 متر بدها تزيد 30 سنتي أيوة طيب وإذا كان عندي كيلو متر قديش بده يزيد بده يزيد 300 سنتيمتر يعني 3 متر الكيلو
لما يكون عندي 4 كيلو قديش بده يزيد البايب طوله؟ 3 في 4 12 متر. الله، يعني البايب بده يزيد طوله 12 متر تقريبا حسب درجه الحراره طبعا، بس يعني نقول 10 متر بده يزيد الطول على الطول تاع البايب. هذا يعني البايب ما حيتحمل الضغط، نتيجه مش الضغط الداخلي تاع الليكويد اللي جوا المي، لا، الضغط تاع التمدد. اوكي، فبالتالي كان لابد انه يركبوا اكسبانشن جوينتس. هلا هاي وحده من الوسائل، وصار في خلاف بين الجامعه وبين المقاول في المواصفه تاع الاكسبانشن جوينتس، كأنه الجامعة طالبة أنه يركب expansion joints وهو ما ركبش، وتأخر تسليم المشروع في ذلك الوقت كذا سنة، بينما عملوا settlement أظن ركبوها بالأخير. أعرف دكتور كان في اللجنة تاعت الاستلام وكانوا رافضين يستلموا لأنه مش مركب المقاول expansion joints اللي هي زي هاي حسب المواصفة المطلوبة. طيب، في طرق أخرى أرخص. الطرق الأرخص أنه provide flexibility للبايب، مثلاً استخدم شغلة مسميها expansion loops. يعني بيجي واحد بتطلع على هالبايب هذا يقول ليش هيك عاملين هاي لفوق هيك بهالشكل؟ بيجي واحد الجواب الطبيعي رقم واحد شو هو؟ عشان يمروا الناس من تحته. أيوة، عشان لأنه في شارع هون عشان السيارات تمر. صحيح، أوكي، بس في بعض الأحيان بكون عاملينه وما في شارع تحته، زي مثلاً هاي. هذا في عندي هون طيب، بعدين عاملين له هاللفة هاي هيك، بعدين مكمل. فالواحد بيجي بتطلع بيقول له ليش عاملين اللفة هاي؟ يعني هذول شو يعني؟ بس يعني بدهم ينصبوا علينا يعني عشان يزيدوا في طول البايب؟ لا، هاي بيسموها expansion loop. هذا لاحظوا البايب اللي على الجهة اليمين واليسار، طبعا نفس الحكي بنطبق على السيستم هذا هون وهون. أوكي، هذا البايب هون والبايب اللي على الجهة الثانية مفصولين عن بعض. هاي عبارة عن وصلة من هون لهون، عبارة عن وصلة. هاي الوصلة لما بيجي هذا البايب بده يتمدد بهذا الاتجاه. أوكي، لاحظوا ما بيضغط على البايب اللي على الجهة هاي، ونفس الشيء هذا لما يتمدد بهذا الاتجاه ما بكون عم بضغط على البايب اللي في هذا المكان. وين الضغط بصير؟ بصير على الجوينت. هلا الجوينت لانه فيها كوع، فيها لفه، بصير الضغط على المنطقه هاي. اوكي، وهي لانها فيها التفاف في مجال تاخذ وتعطي، بصير زي عمليه الزنبرك، بس زنبرك لفه واحده فيه مش عده لفات. هاي بسموها اكسبانشن لوبس، تسمح للبايب بانه ياخذ ويعطي، خاصة المسافات الطويلة. لما يكون عندك مثلا بايب لاين طوله بمئات الكيلومترات، اوكي، بنشوف حركة هلا بفرجيكم اياها. اوكي، لا مش حاططها هون، في مكان اخر محطوطة بس مش مشكلة بنشوفها. لاحظوا هذا البايب ملفوف كمان، عاملين فيه طعجي. اوكي، هاي اللي هو changes in direction، هاي ينطبق عليها انه غير الاتجاه. يعني بدل ما تكمل في نفس الاتجاه هيك دغري، عملت له لفة ولفة ورجعنا. اوكي، تغيير الاتجاه هذا مرات مش حاط. هاي تغيير الاتجاه مثلا. لاحظوا ان عندنا بايب لاينز مجموعه منهم في هذا المكان، في هذا المكان ما في شيء يستدعي انه نلف بالبايب. هل في شيء مبنى، عمود، حجر، جبل، وادي، whatever، ما في شيء يستدعي انه البايب يلف، ومع هذا عملنا له لفه وبعدين رجعنا في نفس الاتجاه. واذا بتدقق النظر بتلاقي مره ثانيه معموله هون. اوكي، وهذا مش انه بيعملوه والله بس هيك فلسفه عشان المنظر، لا، الغرض منها انه هاي البايبس لما بتصير فيها تمدد، الكوع اللي هون والكوع اللي هون والكوع اللي هون والكوع اللي هون لما يرجع للوضع الاتجاه الاصلي تاعه، الاكواع هاي فيها نوع من المرونه، بتاخذ وبتعطي، وبالتالي التمدد بصير لما هذا البايب بده يتمدد ما بضغط على الكونتينيويشن تاعه في الجهه الثانيه. هذول بنسميهم اللي هم changes in direction. والثالث اللي هي السليب جوينت اللي زي هاي، عشان تعرف انه في عندك سليب جوينت ولا لا، يكون لهم شكل من برا
شبيه بهذا الشكل. اوكي، الواحد بتطلع بفكر انه هذا رابر، لا هذا، هذا مش رابر، هذا بيكون ستيل حديد بس معمول بشكل بهذا الشكل. اوكي، بتحس كانه لو انه مثلا ماده بلاستيكيه بامكانك تضغطها، ويعني تضغطها لجوا هيك او لبرا، فيها طعجات. اوكي، هذا صحيح، هاي الطعجات بتخلي لاحظوا هاي عباره عن وصله، هاي سليب جوينت. في اكثر من ديزاين لهم، مش كلهم بيكونوا بالشكل هذا من جوا، يعني مش كلهم بهذا الشكل. في الشكل اللي الان شفناه بيكون عندنا كوريجيتد ستراكشر، والكوريجيشن اللي هي هاي اللي هي زي التموج، يصير ياخذ ويعطي معانا. بصفي هذا البايب العلوي لما بسخن بده يتمدد، مش موصول ب موصول على شغلي مرني، وهذا موصول على شغلي مرني، وبالتالي التمدد والتقلص بصير في هذا المكان. هلا كم وحده نحط والمقاس تاعهم وطولهم، هذا لهم علاقه في الديزاين تاعهم، انه قديش بتاخذ وتعطي هاي معانا على ظروف التشغيل اللي بدنا نشغل عليها. هذول بالنسبه لل نرجع لورا شويه، الحديث عن effect of temperature changes with temperature level على thermal expansion كيف نعالجه. الحديث عن factors to be considered in designing piping systems. الفاكتور رقم 5 flexibility of the system for physical or thermal shocks. كيف يعني physical shock وكيف يعني thermal shock؟ thermal shock بتعرفوها، بتكون عم بدك تسوي شاي، تغلي المي، بتجيب لك كاسة قزاز، بتصب المي السخن في القزاز، إلا تكون صارت معكم مرة على الأقل. شو بصير بالقزاز أحياناً؟ أحياناً قليلة بس موجودة، بتطب بينكسر. بينكسر، شو اللي صار؟ صار عندنا بنسميه ثيرمال شوك، ارتفعت درجة حرارة الزجاج من حرارة الغرفة إلى حوالي 90 أو 100 درجة سيليجيوس in one second أو fraction of a second. عشان هيك مثلا بقول لك صب المي السخن في القزاز شوي شوي، او حط لك مثلا ملعقه حديد وصب عليها بحيث انه مش ما يجي الحم مباشره على القزاز، لبينما حراره الزجاج تطلع شوي صغيره، بحيث انه ما يكون في عندي شوك. الشوك اللي هو sudden change، سواء sudden change in temperature او sudden change in pressure. اوكي، physical بالنسبة إن الفيزيكال، فيزيكال شوك ممكن يكون بريشر، هذا بالصناعة بيكون بريشر، وممكن يكون مثلا واحد ضرب البايب بشاكوش، واحد ضرب البايب بشاكوش، هاي فيزيكال شوك كمان. بس هاي إحنا ما بنحسب حسابها بالديزاين، إن حيجيني واحد ماسك شاكوش ونازل يضرب لي في البايب لاين، هذا اسمه تخريب. يعني بصير فعل فاعل وبنشكي ومدير الشرطة اللي بيعمل هيك شيء. طب إحنا الآن حديثنا مش عن هيك أفعال، حديثنا عن physical shock بسبب الـ operation. okay. كيف يعني بسبب الـ operation؟ مثال، في عنا إشي بنسميه الـ water hammer. okay. water hammer caused by quick opening or quick closing of valves. This may damage the piping system. okay. شلون؟ هاي عنا الـ valve مسكر. okay. هاي الـ valve مسكر، في عندنا هون مي مضغوطة، وهون كونه مسكر ما في فلو. اوكي، فتحنا الفالف، الان صار الفالف از اوبن، المي الان مشيت في البايب، رحنا اجينا بشكل مفاجئ، بشكل مفاجئ سكرنا الفالف. الان الفلويد، الماء في هاي الحالة، اوكي، الماء في هاي الحالة بعده ماشي، فجأة سكرت بطريقه، الان هذا فيه بريشر بده يضرب في الفالف، هذا بده يرتد، يرتد، وبنفس الوقت بده يمشي بهالشكل، فبصير عندي الجعلكي هاي. اوكي، هاي بنسميها ووتر، وبنسميها ووتر لانه الفلويد تاعنا ماء، بس مش بالضروره يكون ماء، بس كثير بتصير لما يكون عندنا الفلويد تاعنا ماء. هامر شاكوش، يعني شاكوش مي. كيف يعني شاكوش مي؟ الان الماء انتم بتعرفوا انه از انكمبرسبل، وبالتالي اذا انا فجاه وقفته عن الفلو وهو انكمبرسبل، اوكي، الضغط تاع وين بده يروح؟ بده يضرب بالجدار.
طبعاً بده يضرب على الجدران على الجدار الجانبي هذا، وبده يضرب على الفالف هذا، وبده يضرب على أي شيء بالمنطقة هاي كمان. ممكن upstream. طب شو سبب الشوك ويف اللي صارت؟ شوك ويف اللي هي فيزيكال شوك اللي صار فينا، إنه جينا سكرنا الفالف بسرعة. ممكن. خليني أفرجيكم فيديو من الحق ما بلحق أفرجيكم إياه قبل ما بالبرزنتيشن هاي، بس نسكر ونفتح بفرجية، بس خلينا نكمل الحديث شوي صغيرة. أوكي، كيف بعالج هاي المشكلة؟ لاحظوا شو سبب المشكلة؟ أيوة سارة. لا مش البريشر، الكويك أوبنينج. قلنا لو هذا الفالف فتحناه أو سكرناه شوي شوي هاي المشكلة ما بتحدث، زي كأنه مننفس السيستم، شبيه بالثيرمال شوك، لو صبينا المي بالكاسي شوي شوي ما بتطق الكاسي. طبعا هنا لما بتطق بسبب الحرارة، لأنه بصير في عنا زونز معينة في القزاز بصير لإكسبانشن سريع، والزجاج يعني ما في مرونة وبالتالي بطق. بس الحديث الآن مش عن الثيرمال شوك وإنما عن الفيزيكال شوك. أوكي، فالفيزيكال شوك سببها كان إنه عندي incompressible fluid، واحد اثنين فتحنا الفالف بشكل مفاجئ. solution نعم، بسكر وبفتح الفالف يعني شوي شوي، في الفالف اللي أصلاً هو بيسكر وبيفتح على 50 و75% وهيك، فبستعمله. يعني أنت قربتي، ما هو هذا الفالف فيني أفتحه 50% و75% و10%، هذا الفالف فيني أفتحه هيك، بس هذا الفالف كمان بنفس الوقت فيني أفتحه من totally open لtotally closed in a second. ببيوتنا موجود هذا الفالف بالحدائق وكذا، أوكي، لأن هذا بيلف بس 90 درجة، 90 درجة بيكون open، 90 درجة بيكون closed. فبيجي واحد يقول لا تفتح بسرعة، طيب ماشي، يعني أعطي الأوبريتور اللي هو حضرتك بس تخرج جزء منكم، قل له لما يكون عندك فالف زي هيك لا تفتح بسرعة ولا تسكره بسرعة. عندنا مشكلة بهاي، شو المشكلة؟ إنه المشكلة فيك أنت الأوبريتور. شو مشكلتك أنت كأوبريتور؟ زي لما الدكتور بطلب منكم طلب، بعض الطلبة شو بيسوي؟ ما بينفذ المطلوب. فخلينا نسكر ونفتح برزنتيشن جديد ونتابع.